شد روحك ما زلت صغير يا رجل. خير الحمد لله. شنو احوالك؟ شوي شوي خير الحمد لله. انت شيخهم؟ اي شيخهم فعلا. ولكن بدون منازع. لا صحيح. اما وليد تكتب زاد؟ نكتب. كتبت على صلاح بن يوسف وعلى الواحد وعلى المنصب باي كله قريتهم راهو كلهم هذوك. اي صح. وفيهم بعض حاجات هكا وكا. اكيد التاريخ المعاصر. ها؟ اي لا 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 هو التاريخ للمؤرخين راهو صعيب 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 على خاطر الناس مازالت حيه. صحيح. ما تنجمش تقول اللي يجي. ما قال له نحب نوليو شرفه، قال له حتى يموتوا كبار الحوم. انا كنت معك في المزنطره. اي نعم بالضبط والله كتبتها. على كل حال بارك الله فيك، قمت بعمل جبار كبير وخاصه من الاوائل. من الاوائل انا عملت اول فيلم. اي نعرف. اي تعرف بالطبيعة اش قاعد نعمل انا. ربي يعزك وربي يطول عمرك. ربي يبارك فيك وربي يعطيك الصحة. ربي يعطيك الصحة.